ورحمة الله، أخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. واحد من المتابعين سأل يبغي يوصل إلى الزرار اللي كان موجود في الاي 3000 المونو اللي يحول الأصوات مونو أو ستيريو. طبعا في الـ 900 وفي الاي 5000 اختلف المنيو. كيف توصل للزراير هذه؟ تروح على منيو رقم واحد، بتلاقي عندك هني فويس بارت سيتاب، مجرد ما تضغط عليها شوف تطلع عندك هني المونو حق الأصوات، المونو حق الأصوات كلها، تضغط عليها بالطريقة هاي تتحول إلى مونو، بالطريقة هاي من غير مونو. تقدر بعد توصل على الأوكتيف حق صوت الأوكتيف، وأنا شرحت هذا من قبل، تضغط عليه تطلع لك الصفحة تختار الأوكتيف اللي أنت تبغاه. فإن شاء الله تكون وصلت المعلومة حق المتابع الجميل اللي سأل عن هذا الفيديو.